مشاهدينا ومشاهدي قناة الحياة في كل مكان، أهلا بكم. فقرة جديدة مميزة من برنامجكم طبيب الحياة، هنكون معاكم يوميا من السبت الأربع من الواحدة وحتى الثانية ظهرا. السكر بيعتبر من الأمراض المزمنة واللي بتأثر وبتسبب معاناة شديدة جدا بالنسبة للمريض طول حياته، بتستمر معاه طول حياته وبتحرمه من أكلات كتيرة جدا عشان ما يزيدش نسبة السكر وكمان ما تحصلش مضاعفات كتيرة. وكان متعود مريض السكر أنه ياخد جرعات معينة من الأنسولين، وفجأة سمعنا عن جراحات السكر وأن هي بقت طفرة كبيرة جدا لعلاج السمنة والسكر. النهاردة هنتخصص شوية في علاج نوع واحد بس من السكر، وهي تحويل المصغر للمعدة مع رائد من رواد هذا المجال واللي كان لي السبق العلمي في هذا المجال، أستاذ دكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحات السمنة والسكر بكلية الطب جامعة عين شمس. أهلا بيك يا دكتور ونورتنا، واستكمال الفقرات سابقة كتير جدا في علاج السمنة والسكر، النهاردة هنتكلم في علاج السكر عن طريق التحويل المصغر للمعدة. عايزين نعرف دكتور تأثيرها على مرضى السكر في علاج مرض السكر. هي العملية زي ما قلنا سابقا لها تأثير قوي جدا على النوع الثاني من السكر. النوع الثاني ده بيبقى ضعف في البنكرياس. الضعف ده طول عمرنا كنا متخيلين ان البنكرياس لوحده بيضعف تدريجيا، فالمريض يحتاج ياخد اقراص وبعدين يضعف اكتر فياخد نوعين اقراص، بعد كده يخش على الانسولين تبدا مشاكل السكر ومضاعفاته الكتيره اللي نلاحق عليها شمال يمين. زي ما حضرتك قلتي السكر مضاعفاته اخطر من مرض السكر نفسه. لو بدانا بالتهاب الاعصاب الطرفيه ويقول لك المريض يقول لك انا مش قادر اقوم ولا اقعد وما بعرفش انام من التنميل واللي في ايديا وفي رجليا، شبكيه العين والانفصال الشبكيه، القصور في الشرايين التاجيه في القلب وجلطات القلب والمخ وعديد من المشاكل كثيرة. عشان ما نخوفش الناس. كان سيناريو الحقيقه مجرد ما بدا بيكمل لغايه الاخر. الحمد لله فجأة، وبنعتبر الأجيال اللي موجودة دلوقتي أجيال محظوظة، لأن التكنولوجي والعلم الحديث حل العديد من المشاكل اللي فعلا كانت مؤرقة المجتمع. السكر في مصر آخر إحصائية بتقول عندنا 8 مليون على الأقل، حسب آخر إحصائيات المعهد القومي للسكر، اللي احنا بنقول إن مش كل الحالات متسجلة أصلا، احنا عندنا قدهم كمان مش متسجلين. 8 مليون الميزانية اللي بتتصرف على السكر ومضاعفاته في مصر سنويا بتزيد عن 10 مليار جنيه في السنة. ده معناه ان احنا قدام مشكلة قومية. لما نيجي فجأة ونلاقي اصبح هناك حل نهائي لمرض السكر، وان البنكرياس ينشط تاني، والمريض يوقف الأدوية بتاعته، وقف الانسولين اللي كان بياخدها من التامين الصحي ومن الدوله، ويتخلص من المضاعفات المصاحبه للسكر اللي كانت بتاثر على حياته الاقتصاديه والاجتماعيه وتاثر على الدوله، لان هو خلاص اصبح انسان مستهلك بالظبط، بيخش ياخد ادويه للسكر، وبعدين جه الضغط، طب جه الكوليسترول، طب جه مش عارف ايه في الشبكيه، طب بيعمل جلسات ليزر عشان عينيه، طب جاله جلطه في القلب، ده اتحجز في الرعايه، ده اخد الحاجه الفلانيه، ده عمل قسطره، ده عمل جراحه قلب مفتوح. تكلفه ما بعدها تكلفه، عبء على المستشفيات. طبعا الان عندنا حل نهائي باذن الله لمرض السكر. زي ما شرحنا العمليه قبل كده، الاكتشاف الحديث هو اللي خلى الطفره دي حصلت. ان السكر ما ارتبطش بس بان الانسولين بيطلع من البنكرياس قليل وخلاص. هو ده كان الاعتقاد السابق، ان البنكرياس قرر لوحده فجاه انه يقلل من افرازاته. ليه كانت الفكره دي سائده؟ لان ما كانش في علامه تانية تقول ان في حاجه تانية هي اللي خلت البنكرياس عمل كده، هي السبب. بالظبط. الاكتشاف الحديث ان هناك العديد من الهرمونات اللي بتطلع من الجهاز الهضمي من المعدة ومن الاثنى عشر ومن الأمعاء الدقيقة، واللي هي اللي بتضعف البنكرياس، وعشان كده ارتبط النوع الثاني من السكر بالعديد من في الحالات بالسمنة، كان هو ده التارجت الجديد اللي طلع الطفرة دي. اوكي، هنشوف كمان فيديو معانا. زي ما حضرتك شايفة العملية عكست الوضع اللي احنا بنتكلم عليه. الجزء من المعدة اللي فوق اللي احنا بنسميه الفندس هو ده اللي كان بيفرز، احنا دلوقتي جنبناه على جنب. اصبح الجزء ده الاكل ما بيدخلوش، واللي كان بيطلع الهرمونات اللي بتضعف البنكرياس هو الاكل، هو اللي بيستحس المعده انها تطلع الهرمونز دي. التوصيله اللي بين المعده والامعاء عملت حاجتين،
اول حاجه هي عدت برضو جزء من الاثنى عشر ومن الامعاء اللي كان بيطلع هرمونات لها تاثير سلبي، ما بقتش تطلع هي كمان. الفايده الثالثه، شايفه حضرتك التوصيله دي خلت امتصاص السكر، احنا الاكل دلوقتي ما بقاش يعدي على جزء من المعده، وما بقاش يعدي على اول مثلا 2 متر من الامعاء. احنا بنقول 2 متر لو المريض وزنه تخين، متر ونص لو وزن زائد بس مش سمنه مفرطه، ومتر و20 سم لو المريض وزنه طبيعي. عادي. سوء الامتصاص اللي بيحصل نتيجه العمليه دي زي ما حضرتك شايفه المعده بقت تصب في الامعاء. ده معناه ايه؟ ان الاكل ما بقاش يعدي على اول جزء في الامعاء. اول 120 سم في الامعاء دول معروفين في الطب من زمان ان هم المسؤولين عن امتصاص معظم السكر اللي في الدم. ولما بنقول السكر ما بنقولش الحلويات بس، لان النشويات بتدخل الجسم تتحول لسكر، الدهون بتدخل الجسم تتحول لسكر. يبقى 75% تقريبا من القيمه الغذائيه اللي المريض بياكلها بتتحول سكر، بتتحول سكر. ما بقتش تمتص. ده معناه ايه؟ المريض كان ياكل اكله يحتاج ياخد مثلا 20 وحدة انسولين او 40 وحدة او اكتر او اقل. ليه؟ عشان الاكل ده دخل له 400 ملي جلوكوز مثلا. بعد العملية الاكل مش هيدخل غير 100 120 ملي جلوكوز. يبقى المريض اكل ومع ذلك نسبة السكر ما قلتش في دمه. العملية في الوضع ده اشتغلت كأنها فلتر. هي منعت امتصاص الزياده وخدت اللي الجسم عايزه محتاجه. والزياده المضره الجسم تخلص منها كانها ما دخلتش. يبقى المريض اكل ما حرمناهوش، لان نقطه الحرمان زي ما حضرتك وصفتي من الحاجات المؤرقه جدا، صعبة جدا، والمريض بيحس ان هو بيتعذب بيها. زي ما حضرتك شايفه الرسمه ثابته اهي، جزء من المعده، الجزء الطويل اللي نازل من المريء، والجزء المظلل ده الجزء من المعده المعزول اللي كان مطلع الهرمونات ما بقاش يدخل. اصبح المعده بتصب مباشره في النص الثاني من الامعاء، والنص الاولاني المظلل ده الاكل ما بيعديش عليه. اوكي. يبقى العمليه بكل بساطه تنقيه، هو نقى كوبري. او عشان كده بنسميها تحويله. وليه سميناها تحويله مصغره؟ عشان هي مختلفه عن التحويل المصاري القديم خالص. تحويل المصاري القديم كان فيه قطع في الامعاء في مكانين وتوصيلتين ومعده صغيره قوي، وحوار مختلف خالص. وبالتالي كل المضاعفات اللي كان ممكن تحصل في التحويل القديم ما بقتش تحصل في العمليه دي. زي المعده الصغيره اللي كانت بتؤدي لترجيع وهزال وضعف، والمريض ممكن يحتاج فيتامينز لعمره كله، حاجات كتير كان المريض ممكن يحتاجها، والاسهال المزمن، واحيانا يحصل انسداد معه. دي ما لهاش اي مضاعفات، الكلام ده ما بقاش يحصل خالص، مش موجود ليها لها أي بعض مضعفات. الاحتياجات وهي المريض بيمشي على نظام غذائي لمده شهر عشان خاطر بنعود المعده والجهاز الهضمي على الوضع الجديد. احنا عملنا تغيير في الطريق بتاع الاكل، فلازم الجهاز الهضمي يتعود، فبنمشيه شهر على نظام غذائي. بعد الشهر ده بنقول له كل زي ما انت عايز. في الاول بتبدا تدريجي عشان خاطر يعني ما تاكلش مره واحده، لان احنا سمحنا لك تاكل كل انواع الاكل، بس كل على قد ما معدتك تسمح لك وما تزودش عن كده. يعني لازم متابعه مع حضرتك، ياكل اللي هو نفسه فيه، بس المتابعه لها جدول طبيعي. زمني بيجي لي بعد اسبوعين وبعد شهر ونص وبعد 3 شهور وبعد 6 شهور. ده اللي هو موجود في مصر ويقدر يتابعنا. لكن احنا بيجي لنا ناس من العالم كله بيعملوا العمليات ويسافروا مباشره وبيتابعوا معانا سواء بالميل، بالتليفون، بالمسجز، بالواتساب، باي طريقه للكوميونيكيشن، للتواصل، نقدر نتواصل معاهم. وهم ما بيحتاجوش الحقيقه، لان هو خلاص اخذ النظام الغذائي بتاع لمده شهر، واخذ الفيتامينز اللي هياخدها لمده 6 شهور. ولما بيحتاج يسال على اي حاجه بيسالنا بسهوله، والموضوع بيبقى بسيط. بتاخد قد ايه دكتور؟ مدتها قد ايه العمليه؟ العمليه نفسها بتاخد جوه غرفه العمليات في حدود ساعه ونص. وفي المستشفى المريض بيقعد معانا يومين. العمليه بيتم اجراءها ممكن بالمنظار الجراحي. وبالتالي المريض مش محتاج ياخد اجازه من عمله او راحه طويله، لو قعد يوم او يومين كمان بعد المستشفى بيكفينا خالص، ما محتاجش اكتر من كده. هنشوف تقرير مهم جدا من احد المؤتمرات عن جراحات السكر، وكان بيشارك فيها طبعا دكتور احمد السبكي كرئيس المؤتمر ومجموعه من خبراء العالم، وكانت في مصر هنا في الغردقه. نروح نشوف التقرير ونرجع مره ثانيه. هل أصبحت جراحة السكر من الجراحات المشهورة على مستوى العالم؟ وهل هي من الجراحات الآمنة تماماً؟
Surgical treatment of type 2 diabetes is... إن العلاج الجراحي للنوع الثاني من السكر من المستجدات الغريبة نسبيا على الناس، حتى أن بعض الأطباء لا يعلمون عنها شيئا، لكن ذلك لن يستمر طويلا. فسريعا سوف يدرك الجميع قوة ونجاح جراحات السكر والسمنة كعلاج وحل نهائي للنوع الثاني من السكر. إن هذه الجراحات في بداية انتشارها بالرغم من مرور أكثر من 10 سنوات على نجاحها، وقد بدأت تشتهر على مستوى الأشخاص العاديين وكذلك المتخصصين. هل هناك مواصفات خاصة للمرضى لكي تنجح فيهم هذه الأنواع من الجراحات؟ أكيد في مواصفات بتخلي العملية ناجحة مع أحد المرضى عن المرضى الآخرين، ودايما بنقول إن إحنا لو لحقنا المرضى بدري وتخلصنا من المضاعفات قبل بدايتها وقبل حدوثها، ده بيوصلنا للنتيجة المثالية اللي هي التخلص من السكر بنسبة 100% والتخلص من مضاعفات المصاحبة ليه بنسبة 100%. لكن حتى اللي تأخروا في علاج هذا المرض ما بنقولش ان هو مش هيستفيدوا، اقل استفادة ممكن يحصلوا عليها من هذه العملية 70%، وبالتالي العملية ناجحة بكل صورها ومع كل الفئات. لكن بنقول في ناس بتتحقق معاهم بنسبة 100% وفي ناس بتتحقق معاهم بنسبة 70%. من وجهة نظرك، ما هو العلاج الأمثل لمرضى السكر؟ إن العلاج المثالي لمرضى السكر أولاً هو منعه قبل حدوثه على الإطلاق، ولكنه إذا حدث بالفعل فإن العلاج الأولي هو تغيير أسلوب الحياة والتغذية والرياضة أيضاً. ولكن الأبحاث قد أثبتت بالدلائل والبراهين على فترات طويلة إن معظم مرضى السكر لا يستطيعون التحكم في النظام الغذائي الخاص بهم وكذلك التمارين الرياضية والحفاظ على تغيير أسلوب حياتهم. وقد أثبتت الأبحاث أنه في خلال 3 سنوات من المتابعة لمرضى السكر فإن نسبة النجاح في التحكم في النظام الغذائي والتمارين الرياضية وتغيير أسلوب الحياة هي أقل من 5%، وهي نسبة ليست كافية على الإطلاق. إلا أن النتائج والأبحاث التي تم تحقيقها على المدى البعيد للعلاج الجراحي للسكر تفيد بأن نسبة نجاح جراحات السكر تتعدى 90% من التحكم في السكر بجميع مضاعفاته. ولذلك فإن الطريقة المثالية لعلاج السكر هي منعه من البداية، ولكن إذا تم الإصابة بالمرض فإن العلاج الجراحي يحقق أعلى نسبة شفاء بالمرض مقارنة بأي الطرق الأخرى المتاحة. شكرا دكتور أحمد السكي، بشكرك على دعوتك لنا لتغطية المؤتمر، وبنتشرف بيك كمان كطبيب مصري. ومرة تانية بشكر ضيفنا الموجود معنا النهاردة من تركيا. Thanks دكتور ألبر and welcome to Egypt. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. ورجعنا مرة تانية مع أستاذ دكتور أحمد السبكي، يعني جراح عظيم من أوائل الناس اللي اتكلمت عن جراحات السكر والتحويل المصغر للمعدة. تقول يا دكتور عن التقرير ده؟ والحين أنا عايز أنوه على الكلمة اللي قالها بروفيسور سيليك، هو معنا من أحد الخبراء اللي كانوا موجودين معنا في المؤتمر، المتخصصين في هذا المجال في العالم كله. كانوا معنا ناس من أسبانيا ومن نمسا ومن ألمانيا ومن أمريكا. النقطة اللي قالها إن الطرق التقليدية لعلاج السكر لا تنجح في التحكم في نسبة السكر بنسبة قصوى 5%. دي حاجة علامة بتبين إن حتى الأدوية والإنسولين والتحكم الغذائي ما بيمنعوش المضاعفات المصاحبة للسكر. لما تيجي تقيسي الجلايكوزوليتد هيموجلوبين أو اللي هو بنسميه السكر التراكمي فأكتر من 95% من الناس بيبقى عالي، وبالتالي مريض السكر دايما عنده المضاعفات حتى لو خد الأدوية، حتى لو هو مواظب وطبع نظام غذائي ومنتزم معين ومتبع نظام غذائي. 95% من المرضى ما بيقدرش يوصل للنسبة المطلوبة من السكر في معظم الأوقات، وبالتالي المضاعفات بتحدث. طبعا اللي فارق فيه الحل الجراحي انه مش بديل للعلاج الطبي، لا خالص.
اولا هو مش تحكم في المرض، ده هو باذن الله قضاء على شفاء وقضاء تام على المرض. ده الفرق بينه وبين اي ادويه او عقاقير بالظبط. وبالتالي نسبه السكر في الدم طول الوقت منتظمه، يبقى المضاعفات اصبحت غير قابله باذن الله للحدوث. وده اللي احنا مش بنقول عليه ان الجراحه ليست بديل للعلاج الطبي والانسولين، لا لا، دي حاجه اقوى، دي طفره مختلفه تماما، ونتيجه لم يتم تحقيقها في العالم كله باي من الطرق السابقه. ان احنا نوصل للتخلص من المرض ومضاعفاته كان الشخص سليم، كانه عمره ما كان عنده سكر اصلا. يعني لو احنا هنقول وبدون تحيز، ده اول علاج فعلي لمرض السكر من يوم ظهوره. لان من هنا نقدر نقول ان مرض السكر اختفى في هذه النسبه من الناس باذن الله، وانه مرض على وشك الانقراض. احنا بنقول ان نسبه النجاح تزيد عن 90% من المرضى، دي نسبه قويه جدا. حتى 10% او 20% على احد الابحاث الاخرى اللي مش هيروح 100% ده مش ما استفادش، ده استفاد 80-90%، بمعنى ان السكر في الدم انتظم بنسبة 80-90%. ده برضو لا يقارن بأي أدوية أو بأي من الطرق السابقة. فاحنا بنقول ان الطفرة دي طفرة قوية جدا في مجال علاج السكر. وان فعلا ان شاء الله قريبا هنقول، ان ما قلناش انه انقرض، لكن هنقول انه اختفى بنسبة من 90-95%. نسبة كبيرة جدا دكتور. طبعا احنا عارفين ان حضرتك ومن 7 سنين من اوائل الجراحين اللي اتكلموا عن او عرفونا كمان مصطلح التحويل المصغر للمعدة. عايزين نعرف من حضرتك دكتور، مش بس في مصر يا جماعة، كمان عايز اقول لكم على المستوى العالمي دكتور، عايزين نعرف بقى الطريقة بتختلف، طرق العلاج بتكون واحدة؟ يعني سمعنا كتير من دكاترة بيكلموا عن نفس الموضوع، هي نفس الطريقة دكتور، نفس طريقة المعالجة؟ بص حضرتك، هي النقطة اللي حضرتك بتتكلم فيها نقطة تقنية مهمة جدا. وهي هل كل ما يقال عنه أنه التحويل المصغر للمعدة هو التحويل المصغر؟ أيوة دي مهمة أوي. هو الحقيقة لا، لأن العملية حديثة، ما زالت لا تدرس في الكتب. ما زال الناس اللي يعرفوها، لو احنا قلنا الوسط الطبي 100%، اللي يعرفوها اقل من 0.5%. ياه، اقل من 50%، ما بيقولوا اسمها بس. لا، اقل من 0.5%. 0.5%؟ 0.5%. لا ده كتير. ده دول اللي يعرفوا عنها معلومات، اللي عارفينها كويس، ده داخل الوسط الطبي وبيقدروا يتكلموا فيها وعندهم الخبره، يتعدوا على الصواب. فخلينا نقول ان كل حاجه جديده في بدايتها بتبدا بما يسمى ليرنينج كيرف، والتدريب بيوصلنا في الاخر. وده الحقيقه دور علينا وواجب علينا، ان احنا لما بننقل تكنولوجي لازم بندرب كوادر. طبعا. واحنا بادئين الحقيقه من فتره. انت زي ما حضرتك قلتي، من 7 سنين. 7 سنين ده احنا بدانا الجراحات، بس ما كناش لسه نشرنا النتائج ولم تعتمد في العالم. لكن هي اعتمدت بس من 4 سنين. 4 سنين بدانا نتكلم بقوه وبوضوح واعتراف عالمي ان هناك جراحه سكر يجب اتباعها لمرضى السكر. ما قبل ذلك كان كلها مداولات ومقاومه من المنظمات، لان السكر طول عمره في مجال اطباء البطنه، ما كانش في مجال الجراحين على الاطلاق. فلازم في الاول في مقاومه، وبعدين الشركات الادويه انترناشونال اللي صرفت مليارات على الادويه، ده بالنسبه لهم خساره جدا. فجاه لسه بتطرح الادويه في اكتر من 4-5 ادويه جديده للسكر. الشركات انصدمت جدا طبعاً. لما لقت ان السكر هيختفي. اكيد طبعا السكر هيختفي، خساره ليها. وده الناس دي عشان تطلع دواء، ده بيصرفوا مليارات وسنين، مراكز مخصصه للبحث في هذا المجال. فاكيد في كل العالم وفي بقيه المؤتمر على فكره، كان بقيه الجراحين بيتكلموا عن المقاومه اللي بتواجههم في بلادهم في هذا المجال. لكن دايما بنقول ان الصح لازم بينتشر، وان العلم مفيش حد هيقدر يقف قدامه وبيفرض نفسه طبعا. فاحنا كنا بنتكلم لوحدنا، لا، اصبح دلوقتي زي ما حضرتك بتقولي، سواء بيتكلموا على نفس العمليه او بيتكلموا على عمليه مشابهه او فيها فرق في التقنيه، لكن
الكلمة بقت درجة بقت مسموعة، بس مش ناس كتير عارفين معنى المصطلح ده أو يقدروا يكلموا عنه. لأن ناس كتير هتسأل طب أنا مش عندي سمنة مفرطة، ما عنديش وزن زايد، فما ينفعنيش مثلا أنا أتعالج من مرض السكر عن طريق جراحات السكر، لازم يكون وزني زايد. فدي نقطة مهمة جدا. لا، بنطمنهم إن ممكن يكون في جراحة للسكر ويشفى تماما يا دكتور. بالظبط، تدي نفس النتيجة. احنا فصلنا خالص، صحيح العملية أول ما اتعملت بغرض علاج السمنة، لكن لما تم الاكتشاف الحديث والتغير الهرموني تم التعديل عليها وتغيير حجم المعدة اللي احنا بنعزله وتغيير طول الأمعاء، وبالتالي أصبحت مناسبة تماما للمرضى اللي بيعانوا من سكر بدون سمنة. بس بنقول ان المريض ممكن يخس أول شهر بعد العملية 7-8 كيلو، ممكن 6 كيلو، بس ده بسبب النظام الغذائي اللي بيمشي عليه بعد العملية لمدة شهر بهدف تعويض الجهاز الهضمي على العملية. أوكي. وممكن يزيدهم تاني، يرجع في الوزن تاني. يعني لو ادينا مثال، العملية تنفع لمين اللي وزنه مثلا 100، اللي طوله 160 سنتي ووزنه 65-70 كيلو، تنفع له العملية. أوكي. لان هو اصبح عنده بنسميه وزن زائد شوية، اللي هم 7-8 كيلو. لما يخسهم يبقى اصبح وزنه قياسي. يعني ده مش بيعاني من سمنة مفرطة. لكن اللي هو اندر بيلت، اللي هو وزنه اقل من الطبيعي، هو ده اللي بنقول له لا. لان انت هتخس كام كيلو بسبب النظام الغذائي اللي بتمشي عليه، نستنى الاول نزودك. حتى بعض الناس اللي بياخدوا اقراص بنلجأ احيانا ان احنا ننقله على انسولين لمدة شهر او شهرين، بيزيد في الوزن لانه بياكل براحته، بياخد جرعه مناسبه للاكل اللي بياكله، بيزيد في حدود 7-8 كيلو او 10 كيلو في شهر ونص او شهرين. لان ده دايما بيحصل في النقله اللي المريض بياخدها ما بين الاقراص للانسولين، المريض بيزيد في الوزن. بعد كده ممكن اجراء العمليه ويخسهم تاني، يبقى هو حافظ على الوزن بتاعه. اوكي دكتور، تاثير العمليه دي على المريض اللي هو كان بيعاني من السمنه ومن السكر في نفس الوقت، وتأثيرها على المريض اللي كان بيعاني بس من السكر ما عندوش زيادة في الوزن، تأثيرها ايه؟ النتيجة بقى. هو زي ما بقول لحضرتك، احنا الميزة في العملية دي، ودي اللي بيميزها عن باقي جراحات السمنة الأخرى، انها يمكن التحكم في حجم المعدة، ويمكن التحكم في طول الأمعاء اللي بيتم توصيل المعدة بيه، حسب الوزن وحسب نسبة السكر اللي عند المريض. دايما بنقول المريض اللي بيعاني من سمنة مفرطة، احنا بنعزل له 3/4 المعدة وبنسيب له الربع. المريض اللي عنده سمنة عادية او وزن زائد، بنعزل فقط النص ونسيب له نص المعدة. يعني بنقلل حجم المعدة حسب ما احنا شايفين، حسب الوزن، حسب الحالة. ده ليها بارامترز ولها قياسات. يعني في ايد حضرتك الموضوع. بالزبط. ده وطول الامعاء نفس الموضوع. وطول الامعاء اللي وزنه سمنة مفرطة بنعملها على 2 متر. السمنة العادية والوزن الزائد بنعملها على بعد 1.5 متر. اللي ما لا يعاني من سمنة بنعملها على بعد 120. دكتور، التغيير اللي بيحصل ده بيبقى تغيير دايم؟ يعني في المستقبل مش هيرجع للوزن ده، ولا ممكن يرجع وممكن نعمل له حاجه تانية او عمليه تانية، يجري له عمليه تانية؟ هي دي ميزه هذه الجراحه، ان هي بتؤدي الى تنشيط البنكرياس، مش بس بتضيع اعراض او بتنزل نسبه السكر، لا، ده هي بتنشط البنكرياس، لان احنا حلينا المشكله من جذورها زي ما بيقول. يعني تخلصنا من اساس المشكله، وهي الهرمونز اللي بتطلع من المعده ومن الامعاء، واللي لها تاثير سلبي على البنكرياس. وبالتالي البنكرياس بينشط وبيفرز اكتر، وعندنا الباك اب بتاعنا الخطوه الاخرى القويه جدا، وهي ان امتصاص السكريات والنشويات بيقل بنسبه 75%. يبقى المريض نسبة السكر اللي عنده قلت من قبل ما الانسولين يزيد، وضيف لكده ان البنكرياس بينشط وتزيد الاحتياطي بتاع الانسولين عنده، حتى لو زود مهما زود الانسولين عنده زياده واحتياطي ومركون مستعد لهذه المواجهه. دكتور احمد السبكي، انا بشكر حضرتك جدا واستفدنا من حضرتك. سعيد جدا. ان شاء الله مستنيينك باذن الله. تكلمنا عن كل ما يخص جراحات السمنه والسكر في فقرات قادمه. تكلمنا النهارده عن تحويل المصغر للمعده والطفره الكبيره جدا في عالم جراحات السكر وايضا السمنه. كمان منورنا النهارده استاذ دكتور احمد السبكي، استاذ جراحات السمنه والسكر بكليه الطب جامعه عين شمس، وايضا رئيس الرابطه العالميه لجراحات السمنه والسكر. بشكر حضرتك جدا يا دكتور.